السلام عليكم. الفصائل المسلحة العراقية بدأت بالتحرك من أجل إطباق حصار كامل على إسرائيل عبر المياه الإقليمية والدولية. تفاصيل هذا الأمر نشرت بتصريحات من قبل نفس هذه الفصائل لجريدة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله اللبناني. ونحن نتحدث هنا عن المقاومة الإسلامية العراقية التي ظهرت مع تصاعد الأمور في قطاع غزة منذ أكتوبر من العام الماضي. هذه المقاومة الإسلامية العراقية التي اتخذت من العراق ومن سوريا مناطق للتصعيد باتجاه القوات الأمريكية في العراق وفي سوريا وكذلك لاستهداف إسرائيل بشكل مباشر. الحديث هنا والتصريحات وضحت بأن هذه المقاومة الإسلامية وهذه الفصائل العراقية لا نية لها الآن في استئناف هجماتها على مستشاري التحالف الدولي إن كانوا في العراق أو القوات الأمريكية الموجودة في سوريا، ولكنهم مستمرون في هجماتهم باتجاه إسرائيل وبأنهم الآن يريدون الدخول بمرحلة جديدة من الاستهدافات على إسرائيل، وذلك من أجل بداية استهداف المنشآت الحيوية الموجودة في الداخل الإسرائيلي وكذلك أيضا تحقيق وتنفيذ هجمات باتجاه البحر المتوسط وكذلك البحر الأحمر. وهذا سيعني ببساطة بأنهم سيستخدمون الطائرات المسيرة بالدرجة الأساس بتحقيق مثل هذه الهجمات، وذلك لأن الطائرات المسيرة ببساطة قادرة على قطع مثل هذه المديات البعيدة، قادرة على المناورة، قادرة على تخفي من الرادارات بالتحليق بشكل منخفض، وكذلك هي قادرة أيضا على استهداف أهدافها بدقة عالية للغاية. وبالنسبة لهذه الطائرات المسيرة ببساطة عندما يتحدثون عن المنشآت الحيوية الموجودة داخل إسرائيل يعني بأنهم سيطلقوها ومرجح أن يطلقوها من داخل سوريا لكي يحققوا مثل هذه الاستهدافات لإرباك الداخل الإسرائيلي. وبالنسبة للبحر المتوسط أيضا مرشح هذه الطائرات المسيرة أن تنطلق من سوريا، ولكنها تنطلق عبر من سوريا وعبر الجنوب اللبناني الذي يسيطر عليه حزب الله اللبناني لتصل إلى البحر المتوسط فجأة وتبدأ باستهداف سفن الشحن التي تأتي والتي تمر باتجاه الموانئ الإسرائيلية وتحديدا باتجاه ميناء حيفا الاستراتيجي والمهم للغاية بالنسبة لإسرائيل. وهذا الميناء أصبح مهما للغاية بالنسبة لإسرائيل بعد كل ما جرى منذ أكتوبر العام الماضي حتى يومنا هذا بعد تصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب. أصبح ميناء إيلات تقريبا مهجورا وليست هنالك كثير من السفن التي تصل لهذا الميناء. على هذا الأساس اعتماد كبير من إسرائيل على ميناء حيفا، وهنا هذه الفصائل العراقية تبحث عن استهداف هذه السفن وسفن الشحن من سوريا بالطريقة الذي تحدثنا عنه، وبالتالي ضرب هذه السفن. وهذا هو الذي سيجعل شركات الشحن في مشكلة حقيقية بأنها لن تكون قادرة على إرسال سفن الشحن الخاصة بها إلى ميناء حيفا أو سترفع تكاليف الشحن على أقل تقدير على هذه السفن، وهذا سيشكل طبعا ضغطا كبيرا جدا على الداخل الإسرائيلي. وكذلك في نفس الوقت في استهداف البحر الأحمر وعندما نتحدث عنه فهذا يفتح الباب على العديد من السيناريوهات ممكن لهذه الطائرات المسيرة أن تنطلق بهذا الاتجاه والشكل لتصل إلى إيلات وتستهدف ميناء إيلات. وشهدنا نفس هذا الاستهداف بطائرة مسيرة اعتدنا أن نرى الفصائل العراقية أن تنفذ أو أن تستخدمها ضد القوات الأمريكية، شهدناها تنطلق من سوريا باتجاه إيلات وضربت إحدى المدارس الموجودة في إيلات العام الماضي في نوفمبر. ممكن لهذا السيناريو أن يحدث وممكن لهذه الطائرات أن تبحث عن عمليات تسلل أيضا من الجولان إلى طبعا الضفة الغربية لتصل إلى خليج العقبة أو حتى تصل إلى البحر الأحمر. وقد تكون في حالات أخرى ممكن أن تستخدم الطائرات المسيرة من مناطق أخرى من العراق، وهذا هو يعتبر الأقل ترجيحا، ولكن ممكن أن تجد طريقها عبر الصحراء بهذا الشكل لتصل أيضا إلى البحر الأحمر. وفي البحر الأحمر هنالك نقطة مثيرة للغاية، هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الفصائل المسلحة العراقية بهذا الشكل لصحيفة مهمة مثل جريدة الأخبار اللبنانية بأنهم سيقومون باستهداف البحر الأحمر، لأن استهداف البحر الأحمر بشكل عام هو يعني استهداف البحرية الإسرائيلية التي تحمي إسرائيل وميناء إيلات
من كل الهجمات القادمة من جماعة الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة، ولكنها أيضا في نفس الوقت ستبحث عن استهداف السفن الشحن التي تأتي بهذا الشكل عبر قناة السويس، لتأتي بهذه الطريقة وتقوم بالدخول إلى خليج العقبة لتصل إلى ميناء إيلات، وبالتالي قطع سفن الشحن في هذه المنطقة، قطع أيضا واستهداف سفن الشحن على ميناء حيفا، وبالتالي خنق إسرائيل بالكامل كما نلاحظ من العديد من الجهات بالطائرات المسيرة، وهذا هو الذي سيشكل ضغطا كبيرا جدا على الجانب الإسرائيلي، وهذه تعتبر مرحلة خطيرة للغاية، وخاصة أن الفصائل هنا واضح تريد إعطاء رسالة لإسرائيل بأنك يا إسرائيل إن تقدمت مباشرة إلى رفح للسيطرة عليها فستواجهين مثل هذا التصعيد. وكذلك يجب أن ننتبه أن إسرائيل أيضا تريد التقدم إلى جنوب لبنان على حزب الله اللبناني، وأن مثل هذا التصعيد يفتح الجبهة السورية بشكل كبير، وبأنهم سيحاولون إغلاق ميناء حيفا وضرب المنشآت الحيوية في الداخل، إرباك ومحاصرة إسرائيل بهذا الشكل يعني بأن المنطقة ستصبح في نار كبرى. والمشكلة هنا أن إسرائيل لا تتخذ مثل هذه الاعتبارات أبدا، أو لا تفكر بهذه المسائل، بل هي ساعية تماما للتقدم باتجاه رفح، بل التقدم بشكل أكبر باتجاه جنوب لبنان وإشعال الحرب مع حزب الله اللبناني. والاستهدافات مستمرة في جنوب لبنان بشكل خطير من الجانب الإسرائيلي، على سبيل المثال كنا أمام استهداف صباح هذا اليوم وثقت كل تفاصيله وكالة رويترز، وهذا أدى إلى مقتل هادي علي مصطفى كما ترون، وهو أحد أهم القياديين في كتائب القسام التابعة لحركة حماس جنوب لبنان، قاموا باستهدافه بهذا الشكل كما تلاحظون، هذه هي السيارة الخاصة به تشتعل، وقد قتل مباشرة بعد أن ضرب بطائرة مسيرة إسرائيلية، وهذه هي سيارته كما تلاحظون، اشتعال تام لها وضربة دقيقة، وهنا كما نلاحظ ظهرت طائرة مسيرة إسرائيلية وهي تحلق في أو فوق المنطقة التي تم استهدافها، وهذه وزارة الدفاع الإسرائيلية نشرت لحظة استهداف القيادي في كتائب القسام وهو هادي علي مصطفى الذي نتحدث عنه، وهذه الصورة إذا ما حاولنا أن نحدد موقعها قالوا إنها بالقرب من صور اللبنانية. سنلاحظ هنا بأننا أمام علامة أو علامة للإعلانات كما نلاحظ، ونلاحظ هنا أيضا بأننا أمام طريق عام طرق فرعية، ستلاحظ مجموعة من الأشجار، هنا الإصابة تمت، وهنا مبنى بسقفه الأحمر ومبنى بسقفه الأبيض، وهذه مساحة مفتوحة، وإذا ما اتجهنا الآن بسرعة بالقمر الصناعي لكي نتأكد من هذه المنطقة ونرى طبيعة الاستهداف. الاستهداف جاء في منطقة حساسة للغاية، هذه هي الصور التي ترونها إلى شرقها باتجاه الطريق المؤدي إلى قانا، هذا الطريق الفرعي واضح بأنه متطابق مع الصورة التي رأيناها قبل قليل مما هو قادم من وزارة الدفاع الإسرائيلية كما صورته وأعلنته، ترى نفس الطريق نفس لوحة الإعلانات التي رأيناها، هذه هي الطرق الفرعية، مجموعة الأشجار، نفس المباني بالضبط، كل شيء متطابق طبعا، وهذا يعني أن السيارة ضربت هنا بالضبط من قبل الطائرة المسيرة وبعد ذلك توقفت هنا وجاءت كل هذه الصور التي رأيناها. والاستهداف هنا يأتي في منطقة خطيرة للغاية، هذه المنطقة من المفترض أن تكون منطقة آمنة تتواجد فيها قوات اليونيفيل بالدرجة الأساس، فهذا الطريق كما نلاحظ هنا القادم من الناقورة إلى صور هو منطقة آمنة، مقر اليونيفيل يتواجد هنا بالدرجة الأساس، ولكن مع ذلك كانت هذه الضربة قادمة من طائرة مسيرة إسرائيلية كما نلاحظ، كانت تحلق وحققت هذه الضربة، وكذلك قبل ذلك بالأيام القليلة بالأسابيع أو بالأسبوعين الماضية كان هنالك استهداف من قبل إسرائيل أيضا باتجاه إحدى السيارات الخاصة بأحد القياديين في حزب الله اللبناني، ضربته أيضا بهذا الشكل، بالتالي لم يعد هنالك أي شيء آمن، وإسرائيل بدأت تضرب كل شيء في هذه المنطقة، ومن خلال هذه الضربة هنا إسرائيل تريد القول بأن الخطر ليس قادما فقط من حزب الله اللبناني، لا أبدا، ولكن الخطر أيضا قادم من الفصائل الفلسطينية تحديدا كتائب القسام التابعة لحركة حماس، هي موجودة أيضا هنا في جنوب لبنان، وكتائب القسام لعبت دورا كبيرا فيما جرى في 7 أكتوبر. وبالنسبة لبنيامين نتنياهو هو يقول دائما بأنني لن أسمح بتكرار 7 أكتوبر مرة أخرى، وهم يرون أن سيناريو 7 أكتوبر ممكن أن يكون قادما من جنوب لبنان وأن لا يكون قادما فقط من قطاع غزة، وهذا الأمر هو قد أكده بكلام وتصريح مباشر في آيباك اليوم.
اليوم كان قد ظهر بهذا الشكل، وكان قد شكر الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها، ولكن قال شكرهم طبعا إن استمر هذا الدعم، مما يوضح أن هنالك مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه قال لن أسمح أبدا بأن يكون هنالك تغيير للرأي، وبأنه أكد بأن سيكون هنالك تقدما إسرائيليا للقضاء على حماس والسيطرة على قطاع غزة، ولن يسمح لحماس بأي شكل من الأشكال من البقاء في قطاع غزة مهما كلف الأمر، كما تحدث وكما ذكرنا الآن بأن هنالك واضح خلاف كبير جدا بين نتنياهو وكذلك أيضا جو بايدن، وهذا الأمر قد تأكد من قبل موقع أكسيوس الأمريكي الذي أكد هذه الخلافات، وأكد بأن هنالك خطوط حمراء خطيرة للغاية. مسؤولون أمريكيون كانوا قد أكدوا لأكسيوس بأن في حالة بنيامين نتنياهو اتخذ القرار بالتقدم باتجاه رفح، فإن هذا سيعني أن الإدارة الأمريكية ستتخذ قرارين، القرار الأول هو تقييد الأسلحة الأمريكية التي تذهب لإسناد إسرائيل في قطاع غزة، ستقيد تماما، وكذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تدافع بعد الآن عن إسرائيل في مجلس الأمن الدولي في حالة طرح أي قرار لإيقاف إطلاق النار. ولا بد من الانتباه أن الولايات المتحدة الأمريكية صوتت بالفيتو 3 مرات وأوقفت 3 قرارات لإيقاف إطلاق النار بهذا الشكل. هذه المرة إن تقدم لرفح دون ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية فلن يحصل على هذا الغطاء الذي يتمتع به، وهذه طبعا تعتبر مسألة مهمة بالنسبة لجو بايدن، لأن جو بايدن رغم أننا دخلنا الآن في شهر رمضان إلا أنه لا زال يرى بأن هنالك فرصة لتحقيق هدنة الآن مع إسرائيل. على سبيل المثال باراك رافيد أو هدنة في قطاع غزة، باراك رافيد من موقع أكسيوس كان قد تحدث مع مسؤول إسرائيلي أبلغه ببساطة بأن جمهورية مصر العربية وقطر تضغطان بقوة كبيرة للغاية على قادة حماس في قطاع غزة من أجل القبول بهدنة مؤقتة. شهدنا قبل 4 أيام الوول ستريت جورنال تؤكد بأن قطر هددت قادة حماس الموجودين في الدوحة وقالت لهم بأننا سنطردكم من الدوحة إن لم تضغطوا وتتحدثوا مع قادة حماس الموجودة في قطاع غزة بالقبول بهذه الهدنة. بالتالي هنالك بوادر للوصول إلى هدنة فعلا يراهن عليها جو بايدن بشكل كبير، وهذه تعتبر مسألة مهمة طبعا بالنسبة لهم. لماذا إن تحققت هذه الهدنة في قطاع غزة فهذا سيعني هو إيقاف، وسيعني إيقاف القتل أو إيقاف سقوط الضحايا خلال شهر رمضان في قطاع غزة بالدرجة الأساس، إدخال أيضا المزيد من المساعدات بشكل كبير للمدنيين المتضررين من كل هذه الحرب الجارية في هذه المنطقة، وأيضا إطلاق سراح المزيد من الأسرى من ضمنهم هم الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وكذلك أيضا في نفس الوقت فتح الباب للعديد من المفاوضات المستقبلية لإيجاد حلول أفضل أو من سيناريو التقدم إلى رفح تحديدا. وهذه مسألة مهمة بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن لكسب ثقة المصوتين المسلمين والعرب الأمريكيين خلال نوفمبر القادم في الانتخابات الرئيسية التي سيواجه فيها دونالد ترامب القادم بقوة لهذه الانتخابات. ولكن من جهة أخرى إسرائيل أيضا ترى نفسها بأنها مسيطرة تقريبا على أغلب قطاع غزة كما نرى باللون الأزرق، كذلك أن إسرائيل ترى بأن لم يبقى لدى حركة حماس سوى رفح، وإذا تقدموا إلى رفح هذا يعني نهاية حماس كحكومة في قطاع غزة بشكل عام، وكذلك أنهم قضوا تقريبا على 90% من الكتائب الخاصة بالفصائل الفلسطينية وحركة حماس. نتحدث بأن إسرائيل قالت بأنها تمكنت من القضاء على 18 كتيبة من أصل 24 كتيبة تابعة لحماس قاموا بتدميرها بالكامل، وكذلك أن بنيامين نتنياهو بالأساس رغم أنه ليس مرغوبا به ويتعرض إلى الكثير من الانتقادات في الداخل، ولكن حكومة الحرب الإسرائيلية بالإضافة إلى المواطنين الإسرائيليين يريدون من نتنياهو أن ينهي المهمة، وما نقصده هنا هو التقدم باتجاه رفح والسيطرة عليها بالكامل في رغبة إسرائيلية داخلية، وبعدها تتم السيطرة على ما تبقى هنا من المخيمات. وهذه مسألة يعمل عليها نتنياهو، وبالتالي واضح جدا بأن إسرائيل الآن بدأت تعي بأن هنالك ثمنا دبلوماسيا مقابل ثمن استراتيجي وعسكري مهم
إذا ما تقدموا إلى رفح، وواضح جدا بأنه مضطر لدفع هذا الثمن الآن دون وجود الولايات المتحدة، وخاصة أنهم يمتلكون ما يكفي لإنهاء هذه الحرب الآن من دون أي مساعدات من الولايات المتحدة في هذه المرحلة من الحرب تحديدا. وبالتالي الأمر خطير للغاية، وخاصة أن الجماهير الإسرائيلية بشكل عام الآن من خلال استفتاء قد طرح في قناة أن 12 العبرية أوضحت بأن الإسرائيليين يرغبون بدونالد ترامب الآن أكثر من جو بايدن كما هو واضح. هذا الاستفتاء تم طرحه في 24 ساعة الماضية، أجري في 24 ساعة الماضية. بالتالي الفصائل المسلحة العراقية بشكل عام ترى الخلافات بين جو بايدن وبين بنيامين نتنياهو، وبالتالي انصعدوا مع حزب الله اللبناني مع جماعة الحوثي يغلقون الأمر على نتنياهو وإسرائيل مع خوف جو بايدن وعدم رغبته في توسيع الحرب، لأن هذا توسيع للحرب خطير للغاية إن تحقق ما نتحدث عنه. وبالتالي الفصائل العراقية واضح أنها تريد استغلال هذا الموقف وفرض ضغط أكبر على العمق الإسرائيلي.